وبعدين معاكي بقى. انت هتفضلي حاطه ايدك على خدك كده؟ يا ستي احمد اتجوز. اتجوز مش سافر. جرى ايه يا عمر بقى ما تسيبها في حالها؟ ما عملت كده يوم خالد انت نسيت؟ ما نسيتش يا ستي. بس كفايه كده بقى. انت عارف يا عمر زي ما اكون ضفري طلع من اللحم. امال هتعملي ايه لما امشي انا بقى؟ تمشي تروح فين؟ اوعى تقول لي سفر ولا داول. لما اتجوز. هو انا مش هيجي لي يوم واتجوز وامشي من هنا؟ ما تقولي لها حاجه يا سوسن. مش لما نجوز اختك ونلاقي لها عدالها الاول بعدين نفكر في جوازك؟ يا لهوي ممكن يمشوا كلهم ويسيبوني لوحدي. عمرك ما هتبقي لوحدك يا ست الحبايب. امال احنا رحنا فين؟ ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا ويخليكوا ليا. انا عندي فكره بمليون جنيه. ايه هي؟ ايه رايك لما نيجي نتجوز انا وسوسن نجوزك بالمره معانا؟ تعود هنا يا ست. اسمعيني الاول. اشتري مني. انت باين عليك عايز تضرب يا واد. انت ده انا هجوزك راجل لوز راجل ولا كل الرجاله. امسكوني يا سوسن. ساعة 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 كده سوسن. ماشي ماشي مش هسيبك. لا 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 ايه يا واد انت تغور من وشي يا واد. انت اغور من وشك فين؟ انا قاعد معاك وساكن معاك هنا. تغور على اوضتك. على اوضتي؟ طيب طب سيبي ودني. طيب مش هسيب ودني. مش هسيب ودني. سيبي ودني والنبي. اخر مره. اخر مره. يلا. هو كده اللي عايز مصلحتكم تعملوا فيه كده؟ بقى الجواز وحش؟ عيني في عينك كده طيب؟ يا واد بقول لك قول من وشي يا واد. خلاص 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 ده انت حماقيه قوي. تصبحوا على خير. انت من اهله يا غلباوي. انا ما اعرفش الواد ده طالع لمين؟ ما اعرفش. بس شربات يا ماما. هو من جيش شربات شربات وزي العسل كمان. تموتي فيه انت يا ام خالد طبعا. ما هو اخر العنقود. لا هما مش بيقولوا اخر العنقود سكر معقود، لكن والله العظيم ابدا كلكم غلاوه واحده. والنبي انت اللي غاليه، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا ماما. تعرفي يا سوسن بكره لما تتجوزي وتخلفي هتعرفي قد ايه انتوا غاليين عندي. هو انا لسه هستنى لما اتجوز واخلف عشان اعرف؟ ده انت الحب والحنان كله يا ام خالد يا قمر. حبيبه قلب امك انت. لا يا ام سوسن يا قمر. ماشي حبيبتي. صباح الخير. وانت من اهله. واد احمد اتجوز يا ابو خالد، وكنت شايفاك واقف في الزفه والضحكه ماليه وشك. العمر بيقول لك اتجوز. قال معقول اتجوز؟ هلاقي في حنيتك ولا بطفتك عليا؟ دول غوشتين عشان ايديك الحلوين يا ام خالد. هديتك مش بكره العيد ونعيد؟ انا هعيد بغوشتين؟ الا انت. اه طبعا انت لازم. انت اول واحده لازم تعيدي. ايوه يا سيدي. بس قولي بقى جبت فلوسهم منين؟ مش انت كنت بتديني مصروف كل يوم؟ ايوه كنت بديك مصروف كل يوم. خلاص كنت بحوشه. معقوله يا ابو خالد؟ يعني تحرم نفسك من مصروف من حاجه نفسك فيها عشان تحوشي وتجيب لي غوشتين؟ ده انا احرم نفسي من الهوى اللي بتنفسه عشان عيونك يا جميل انت يا اصيل. لا انا زعلانه منك. لا اوعي. وانا اقدر على زعلك؟ معقوله القمر اللي بينور لي طريقي يزعل مني؟ الله. المهم عجبوكي؟ ايه اللي عجبوني؟ دول يعجبوا الباشا. طيب يا باشا مبروك عليك. بقى انت تنسي يا منصور؟ ده انت معشش جوه قلبي. والواد بيقول لي قال اتجوزي. قال ده انا جاتني جنازه قبل ما افكر في جوازها. ايوه يعني المفروض كده امتى؟ يومين ثلاثه بالكثير. هسافر لوحدي وفي الاجازه ان شاء الله هاجي علشان أخير. طب وانت ليه ما قلتش لمامتك لحد دلوقتي؟ اقولها ازاي؟ فرحانه بابنها اللي بيتجوز، عاكن عليها، اقول لها ابنك التاني خلاص ماشي. ياه، هو انت يعني رايح امريكا؟ دي الصعيد. حتى لو اسكندريه، انت عارفه ماما مرتبطه بيا ازاي؟ الله، طب ما انا ماما مرتبطه بيا برضه. جرايه يا حبيبتي، مالك؟ ماليش، اصل بصراحه عماله افكر ازاي انا هقعد وعيش هناك. زي ما كل الناس عايشه، زي ما انا عايش. طيب عندك حق.
تصبح على خير. ماما وحشتني قوي. انت صوتك بابا نايم يا عم، بس طنط في المطبخ. عارف يا مروان، انا متهيألي طنط دي لو كان عندها اولاد ما كانتش عملت معايا كده ولا مع ماما. يا سلام، تلاقي بابا بس اللي مفهمها حاجات كتير احنا اللي مش عارفينها. حاجات زي ايه يعني؟ ايه ممكن يكون موجود مش عارفينه؟ الله اعلم، بس اكيد هيجي يوم ونفهم كل حاجه. نفسي اسمع صوت ماما قوي. خلاص يا سيدي، لما طنط تنام كلمها. بجد؟ يعني انت موافق؟ التليفون ارحم من مروح. مروان، هي ماما ما بتوحشكش؟ اكيد طبعا بتوحشني. طب يا عم، نفسي افهم ازاي ما بيبانش عليك. انا ما بحبش ازعل بابا، ثم الراجل اللي اسمه فوزي ده انا بكرهه من ساعه ما خد ماما مننا. عاملة ايه؟ الحمد لله. لا، مروان هنا بس قاعد مع بابا علشان تعبان قوي. معلش يا ماما، انا مش هقدر اشوفك الايام اللي جايه خالص لان بابا تعبان. لا اجي ايه؟ ما ينفعش اجي خالص. هو بابا يعني قال لو حضرتك عايزه تقابليني نبقى نتقابل بره. معلش يا ماما. ايه؟ نفسك تكلمي مروان؟ طب يا حبيبتي ثواني. الو، ازيك يا ماما؟ الحمد لله. وحضرتك والله وحشتيني. لا لا، ولا انا ولا مازن. بابا تعبان قوي يا ماما، ولازم حضرتك تقدري الموقف اللي احنا فيه. مروان مروان، يعني مفيش فايده؟ حتى انت يا مروان عايز تموت ابوك؟ هات التليفون ده. والله والله اقدم فيكي بلاغ انك متامره على جوزي وعاوزه تقتليه. لمي نفسك بقى يا ست، انت احسن لك. انت فاهمه ولا لا؟ عيب كده يا طنط، انت كده تعديتي حدودك. هي حصلت تكلموني بالطريقه دي؟ ماما هنكلم حضرتك بعدين. على فكره لولا ان بابا تعبان جوه انا ما كنتش هعدي الموضوع ده بالسهل. ايه؟ كنت هتضربني ولا ايه؟ انا مش قليل الادب عشان اعمل كده. وطي صوتك بابا نايم. انا بقى اللي هقول لابوك على طريقه معاملتكم معايا دي. طنط بابا عيان. ما تقول لنفسك انت واخوك، ولا اقول للست الوالده اللي مش سايبانا نعيش في حالنا. ماما ملهاش دعوه بيكي، ماما ليها دعوه بينا وبس. وبعدين لازم تبقى عارفه كويس ان ماما ام. ام؟ عارفه يعني ايه ام؟ اكيد طبعا ما تعرفيش لانك عمرك ما جربت الشعور ده. كده برضو يا مازن؟ انا اسف، ما كانش قصدي طبعا. مازن لسه صغير يا طنط، مش فاهم معنى الكلام اللي قاله. انا اسف بجد، اسف. هي اللي بطريقتها خلتني اقول كده. بس الكلام اللي قلته ده صعب قوي يا مازن. يا سلام، بتضحك على ايه؟ عليكي طبعا. عشان سعيده يعني؟ ما انا لازم اكون سعيده يا فوزي. ولادي ما استحملوش عليا كلمه واحده. يا بنتي ما هم ولادك، واللي حصل ده كان لازم يحصل. بيحبوني يا فوزي، ولادي بيحبوني، وابوهم ما قدرش ياثر عليهم من ناحيتي. طيب الحمد لله بقى انك انت طمنتي عشان تبطلي حزن ونكد، عشان ربنا يفتحها علينا، ولا ايه؟ ايه؟ ايه يا امي؟ ايه بس يا حبيبتي؟ هو انا مهاجر؟ ده كلها خمس ست ساعات بالقطر. ما انت فين وفين لما لقاك؟ هجيبك ازاي؟
يا حبيبتي لما تعوزيني هتلاقيني عندك هوا. طب خدني معاك اوضب لك حالك، اعملك لقمه تاكلها، اوضب لك لبسك، افضل معاك يعني. طب وعمر وسوسن هتعملي فيهم ايه؟ والله ما انا عارفه يا حبيبتي. انا المره الجايه ان شاء الله هاخد ضحى معايا. انا كل اللي محتاجه منك دعواتك يا ست الكل. قلبي بيدعيلك ليل ونهار يا حبيبي، من غير شر هتمشي امتى؟ يومين ثلاثه بالكتير. بالسرعه دي يا حبيبتي؟ انا مسافر الصعيد. الصعيد دي جوه بلدنا. ما انا عارفه انها بلدنا، انا قلت انها في الصين. اهلا خالد باشا عندنا. ده ايه النور ده بس؟ اهي سوزان جت اهي، هتتغدى معانا بقى. لا اتغدى ايه يا امي، انا المامور مستنيني علشان اجراءات التسلم واخلاء الطرف. يعني يا ابني مش هتتغدى معانا؟ يا حبيبتي ما انت عارفه طبيعه شغلي. الف مبروك يا خالد. على ايه سيادتك يا فندم؟ قرار النقل بتاعك كما كنت اتلغى. ايه؟ مش ممكن يا فندم. امتى؟ حالا. لا انا قصدي يا فندم يعني ان اكيد في سبب. اكيد طبعا. ايه هو بقى يا فندم؟ شغلك يا خالد. يا فندم انا بتكلم بجد. وانا كمان بتكلم بجد. في ناس رفعوا التماس لمدير الامن يطلبوا فيه الغاء نقلك، والسيد مدير الامن طلب تقرير من ملفك، بعتنا له التقرير ورفع الامر لشؤون الضباط واتلغى نقلك. انا مش مصدق يا فندم. مين الناس دول؟ هتروح تلاقي منهم ناس موجودين في مكتبك جايين يباركولك. ألف ألف مبروك خالد بيه. مبروك يا باشا. الله يخليك. ما كناش نقدر نستغنى عن سعادتك أبداً.